كلام كتير عن ماتش النهاردة طبعا بين الأهلي والداخلية في كأس مصر، وكمان عايزين نتكلم عن استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد. هنناقش كل ده وأكتر مع الأستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الفل. منور الدنيا كلها. بنور حضرتك. بنسعد كل مرة بتنورنا فيها في البرنامج. أهلا بحضرتك. شكرا. نبتدي بقى بماتش الداخلية النهاردة في الكأس، وتوقعاتك لهذه المباراة ورؤيتك لكيفية إدارة كولر للقاء، ويا ريت بقى لو الرؤية دي كمان شاملة توقعاتك فيما يتعلق بمسألة استعانة كولر بمجموعة من الشباب في اللقاء ده لاعتبارات كتير انت عارفها. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، المباراة طبعا في كاس مصر، الكاس يعني احد اهم سماته المفاجآت، عشان كده النادي الاهلي لازم يخشى النهارده من المفاجأة، لان طبعا الطبيعي والمنطقي وعلى الورق وكل حاجة تقول الاهلي هو اللي يكسب. الفرق طبعا كبيرة جدا بين الأهلي البطل لهذا الدوري والداخلية اللي نجا من الهبوط في آخر مباراة. كمان ظروف الداخلية بكل أمانة سيئة جدا النهاردة، يعني السكواد مش كامل، عنده شوية ظروف كده، مفيش مدير فني، لكن هم حاولوا حتى يأجلوا المباراة وكان عندهم حق، والنادي الأهلي وافق على فكرة، ولكن اتحاد الكرة رفض عشان ضيق الوقت أو الظروف بتاعته او دي الرزنامه بتاعته. لكن طبعا ده شيء، وسعي النادي الاهلي اللي هو يقتل حته المفاجات، لان هي دايما بيبقى المفاجات موجوده كتير في الكاس، لان طبعا من مباراه واحده ما فيهاش مساحه للمفاجات، هي مفاجات، فهي بطوله المفاجات اساسا. يعني بيبقى ماتش، لا انا قصدي لك ما ينفعش نتلقى مفاجاه مش على هوانا، وعشان كده كولر عارف كده كويس. عشان كده النهارده يعني انا بتوقع ان هو مش هيجازف قوي بحته، مش هيبدا قصدي او مش يستعين كتير بمجموعه الشباب، بالعكس ده هو ارح الاساسيين في المباراه الاخيره في الدوري كانت ضد المصري، فهو هيرجع بقى السكواد بتاعه راجع زي ما هو، فيقدر يعمل ده النهارده على الاقل. لو استعان بمجموعه الشباب زي ما حضرتك قلت، يبقى بعد ما يطمن النتيجه اللي هي تبقى مثلا فرق 2 على الاقل حسب سير المباراه طبعا. لكن بكل امانه النادي الاهلي النهارده خلاص خلص مرحله الدوري طبعا، اللي هو كان انهى فاز باللقب قبل النهايه بحوالي 5 أسابيع أو 4 أسابيع، فالموضوع بالنسبه له كان يعني الماتشات شبه تجريبيه، لكن خلاص هو النهارده دخل في بطوله النوك اوت، خلاص ما فيهاش اي تعويض. عنده مباراه قويه في حال فوز النهارده ان شاء الله على الداخليه، هيلاعب المصري في مباراه قويه في ربع النهائي يوم الخميس، تحسبا بقى لمباراه نصف النهائي وبقيت مشوار البطوله. طبعا هي البطوله الوحيده اللي باقيه من الموسم الحالي هي بطوله كاس مصر، هي طبعا اكيد هتخش في الموسم الجديد، وده طبعا وهيفتحوا يعني برده الكاسين على بعض زي ما حصل بالظبط. لا ده هيبقى كاسين وهيبقى في حاجات ثانيه، عشان بس ما ده رحله الدوله الوحيده اللي فيها حاجه زي كده. بالظبط، يعني بتحصل في اي حته ثانيه؟ لا ما فيش الكلام ده، ما بيحصل عندنا احنا بس، يعني حتى كان حصل لي شويه في المغرب السنه اللي فاتت عشان ضغط ماتشات، بس ما حصلش تاني ومش هيحصل تاني. انت عندك هم دايما عندنا مسؤولين الكوره يقول لك انت داخل على موسم استثنائي، موسم استثنائي. الموسم اللي جاي بقى مش استثنائي، الموسم اللي جاي كارثي بمعنى الكلمه. يعني انت عندك الدوري، الكاس القديم اللي هو هيستكمل فيه نصف النهائي والنهائي مثلا، وعندك بطوله كاس الرابطه، وعندك السوبر المستحدث اللي هو اصلا انت مش عارف تلعب ماتش، فعملته 4 فرق، هتعمل دوره مجمعه بال4 فرق، معرفش ليه، يمكن عشان الرعاه ويمكن عشان الفلوس، بس انت بتضغط اكتر. بالاضافه انت عندك كاس سوبر الافريقي للنادي الاهلي، عندك كاس عالم الانديه النادي الاهلي، عندك اوريدي الزمالك بيلعب في البطوله العربيه حاليا، عندك تصفيات كاس الامم الافريقيه وتصفيات كاس العالم، كاس العالم وبعدين بطوله كاس الامم الافريقيه نفسها في اول يناير، وبعدين عندك دوره الالعاب الاولمبيه في باريس. اللعيبه دي مش هتروح بقى بيوتها؟ لا ما هو احنا يعني خلاص احنا كلنا نقعد في الاستاد ويعني ما اعرفش. موسم كارثي وليس استثنائي، الموسم اللي جاي لازم يشوف له حل، يعني لازم الدوري السنه الجايه يكون استثنائي، بمعنى انه يكون يا من مجموعتين يا اما من دور واحد، يعني شوف له حل، بس انه يكمل بالدورين يعني كارثي على كل اللعيبه، واجهاد رهيب على الجميع، كارثي على الموسم اللي بيبقى بعده دايما. يعني احنا خارجين من الموسم ده اوريدي اللعيبه منهكه، واخده فتره راحه هتبقى صغيره جدا، هترجع بعد كده يعني ده لو كملت فعلا. حسنا فعل النادي الاهلي انه اعتذر عن البطوله العربيه، لان هو فعلا لو تخيل لو كان بيلعب طب هيلاقي فين وقت، يعني عايز يدي راحه، عايز يدي راحه سلبيه. فعشان كده الموسم اللي جاي مش استثنائي، وما دام يقول لك الموسم اللي جاي استثنائي، الموسم لا، الموسم بقى اللي جاي التراكمات دي خليته موسم كارثي، يعني انت لازم تشوف حل في الدوري. الدوري زي ما عامله تونس كده بتعمله مجموعتين. طب بنقول لازم نشوف حل بقالنا كتير، احنا لحد ذاتنا على المستوى الشخصي بقالنا 3 سنين في قناه. هم بيقولوا نشوف حل، هم بيقولوا هنشوف حل، بس ما بيشوفوش حل، بالعكس بيزودوا. يعني مثلا رابطه المحترفين او رابطه الانديه المحترفه لما مسكت الدوري وقالت هيبقى الموسم بقى استثناء ونحاول نشوف له حل، راحوا عاملين كاس الرابطه زودوا.
السنه دي مزودين كاس السوبر بالشكل اللي هو الجديد اللي هو اربع انديه ده اللي هو ملوش يعني انت احنا بنلعب ماتش بالعافيه يا بنلعبه في القاهره يا بنروح نلعبه في الامارات يعني بيبقى ماتش وفي وسط الماتشات كده اخطف وخلص عشان نخلص لكن انت عملته اربعه بعيدا بقى عن الجدل مين الاربعه دي قصه ثانيه لكن الاربعه الكلام ده بتتعمل في اسبانيا بيتعمل في ايطاليا لامور تسويقيه يعني ماشي انت اصلا عندك ضغط ماتشات انت كمان بتجيب ماتشات عليك ده انت منتخب الاولمبي عندك بسم الله ما شاء الله تاهل دوره باريس الالعاب الاولمبيه فمحتاج دورات ماتشات وديه ومعسكرات قبل وعندك المنتخب لسه الجوله السادسه والاخيره في تصفيات كاس الامم الافريقيه اللي احنا خلاص اتاهلنا لها وبعدها تبدا تصفيات كاس العالم اللي هي 2026 تبدا السنه دي وبعدين كاس الامم الافريقيه نفسها في اول يناير واللي هو الاولمبياد بتاع باريس يعني انت هتجيب منين والاهلي عنده كاس عالم الانديه وعنده وعنده اللي هو كاس السوبر الافريقي وعنده السنه الجايه كله داخل بقى السنه الجايه عنده كاس عالم الانديه الكبيره يعني قصه الدنيا دي الدنيا احنا عندك تعبنا وحضرتك بتحكي والله يعني تخيل بقى لما نلعب يعني بالظبط فلازم نشوف لهم حل لازم يعني لازم المسؤولين ما يبقاش مجرد كلام شوف حل بس انا اشك ان يكون في مسؤول عنده حل ومش عايز يطبقه يعني منافي للعقل طب حلو انا مع حضرتك طب يبقى ما تزودش بقى يعني انت العمليه اصلا هي مش محتاجه انت ليه بتعمل لي كالسوبر من اربع فرق بتزود ماتشات ليه عشان انا فاهم ان دوره عاو وفلوس طب ازاي يعني انت ليه في وسط كل عملت اصلا كاس الرابطه ماشي هنقول كاس الرابطه ما بتبقاش بالاساسيين وحاجه لو قلناها برضو بقت بالاساسيين السنه دي ويعني عشان بتبقى بطوله بتفلت من الاهلي والزمالك وبيراميدز فبدا ياخدها انديه ثانيه فتبقى حاجه كويسه ليهم يعني ما هي برضو ضغط ماتشات ما هي في النهايه ماتشات طب لو حضرتك كنت انت الشخص صاحب القرار وصانع قرار تحل اللعبكه دي ازاي؟ شوف الدوري بس هو الرزنامة الاكبر في كل دول الدوري ماتشات الدوري انت عندك 18 فرقه الاطول كمده هو الاطول 34 اسبوع احنا 18 34 اسبوع ده كتير جدا اعمله بقى يعني يبقى بشكل استثنائي السنه دي يا اما من مجموعتين او دور واحد يعني ويبقى الجميع موافق عليه يعني عشان حل للارهاق اللي احنا فيه يعني اعملوا مجموعتين ما هي تونس عامله مجموعتين ما انت المشكله عندك ان انت عندك البعض من الناس لما حد يفكر في اي حل يقول لك بص لا ده كده يعني بيحابوا فريق على مش هتخلص فريق. مش هتخلص خلاص يعني في ناس ما بيعجبهاش اعملوا مجموعتين اعملوا مجموعتين وقرعه واللي يجي مع يجي مش مهم مش فارقه يعني في النهايه مش الامر مش كارثي يعني اعمل مجموعتين وخلي دوره مجموعه للتتويج ومجموعه للهبوط زي ما حصل في تونس يعني او بيحصل العمليه بتبقى بتقلل ماتشات شويه عشان انت النهارده كتير جدا عدد ماتشات كبير جدا وضغط ضغط ضغط وبتيجي في النهايه تيجي لعب ماتشات ورا بعض بيتاثر على الفرق والفرق واللعيبه في الاول في اخر بشر مش مكان يعني فالموضوع صعب بصراحه بكل امانه يعني لابد ان هم من دلوقتي ما يقوليش الدوري هيبدا كذا لا يا جماعه انتوا يعني شوفوا حل هو اللعب كله يكون في الدوري لان الكاس شينا ما بين ماتشاته قليله مش كتيره كاس الرابطه برده معديها مش مشكله الرزنامه الدوليه وبعدين ده انا ناسي كمان دوري السوبر الافريقي اللي هو بتاع الاهلي بطوله السوبر الافريقي اللي الاهلي هيشارك فيها والاتحاد الافريقي اعلن انه اثناء المشاركات الفرق اللي هتشارك فيها اللي منها الاهلي لن يشارك في البطولات المحليه ده قرار من الكاف طب هتعمل ايه تاني تضغط تاني لا الامور بصراحه كده هتخرج عن السيطره انت اللي في ايدك هو الدوري هو المسابقه الاطول بالنسبه لك بتقعد سنه كامله انت لو عملت دور واحد او لو عملت دور مجموعتين اكيد هيقل عنك تخف على نفسك كتير يعني كل ده وما عملناش ماتشات وديه للمنتخب والاولمبي وما عملناش حاجه ما حدش عمل حاجه كان زمان في قبل الموسم ما يبدا معسكرات الاهلي مش عارف يسافر المانيا الزمالك يروح مش عارف النمسا خدت استعدادات الكلام ده خلص ما بقاش موجود لان الناس اصلا ما بتصدق تاخد اجازه ما هو ليه الاهلي السنه اللي فاتت وكان قرار رائع جدا من مجلس اداره النادي الاهلي قبل الجهاز الفني لما الموسم وما كانش الاهلي بطل الدوري كان الزمالك راح مريح اللعيبه في اخر كام مباراه بعد ما ضمن طبعا المشاركه قانونا ورسميا في بطوله كاس دور الابطال وراح مريح اللعيبه مش فارقه بقى خلاص لان هو هيدي امتى راحه للعيبه راح مدي راحه سلبيه عشان كده الاهلي تاني سنه اثر عليه بشكل ايجابي وحصد كل البطولات اللي هي المشكله اللي السنه دي هيبقى فيها نادي الزمالك بس ده يعني له شان اخر في الحديث يعني فهي دي الفكره ان انت لو انا مسؤول هو ما عنديش غير الدوري اشوف حل مع الرعاه مع البث الفضائي مع اي حل عشان انت كده بتموت كل اللعيبه وده مش من مصلحه المنتخبات كمان كله هيشرب الارهاق كله هيتغلب كله هي المستوى هزيل وانت هتكسب ايه في الاخر الدوري طب ما ايه المشكله ما ياخد الدوري الاهلي الزمالك البيراميدز الاسماعيلي اي حد مش الهدف بالنسبه الهدف بالنسبه لك ان انت تقوي المنتخب انت كده بالشكل ده ما بتقويش المنتخب وخصوصا ان منتخب مصر قوامه الرئيسي من الدوري المحلي
وليس مثلا زي الدوري المغربي. يعني الناس تقول لك مثلا الدوري المغربي ليه مشكلته محلوله؟ لان ما بيقفش في التوقفات الدوليه، لانه اصلا القوام الرئيسي كله من لعيبه محترف محترفين، فمش هيوقف ليه الوداد والرجاء والجيش الملكي والكلام ده، ما هيقفوا ليه؟ لكن انت بتضطر تقف لان انت عندك 6 من الاهلي، مش عارف 6 من الزمالك، 4 من مش عارف مين، فلازم تقف عشان مبدا المساواه. فالامر يختلف. فانت الحل عندك قبل ما الدنيا تبدا بدري كده، الحق نفسك وشوف حل في موضوع الدوري، يا دوري من مجموعتين او دور واحد ايا كان، شوف لها حل يعني ان شاء الله يعني. يا رب. عايزه اروح معاك بما ان احنا بنتكلم على الدوري، طالما فتحنا الملف ده، عايز اروح شويه للانديه، واتكلمنا مع برضو ضيوفنا المختلفين وكل واحد كان ليه وجهه نظر مختلفه. يعني الانديه الشعبيه وانديه الشركات وتاثيرها على الدوري، هل احنا بنساعد على تقويه وتطوير الدوري والمصري، ولا ده بالعكس بياخدنا لورا وبيؤدي في المستقبل ل يعني ممكن القضاء على بعض الانديه الشعبيه اللي مش هتقدر تستمر مع مقارنتها برؤوس الاموال للشركات المختلفه، وازاي ممكن نحل ده؟ موجود في العالم ولا لا؟ يعني خلينا نتكلم في الملف ده اكتر. والله اقول لحضرتك على حاجه، هو للاسف احنا لما بنيجي نتناول الكلام ده في مصر بنتناوله بشكل عاطفي، يا جماعه حرام، زعلانين ان اسوان هبط، وزعلانين ان غزل المحله هبط، والاسماعيلي النادي الكبير كان على وشك مش عارف ايه لا الكلام ده يعني كلام عاطفي. النهارده الكره بقت بزنس، الموضوع منتهى. يعني لغه راس المال هي المسيطره، وهو ده الصح من وجهه نظري. هو ده الصح. هو كان في نادي اسمه الاسيوطي، كان نادي برضو الاسيوطي كان زيه زي الغزل المحلي، النهارده بقى بيراميدز، بقى نادي بيشارك في دوري ابطال افريقيا، نادي قوي بينافس يعني، موجود شئنا ما بين. ما هو ده يعتبر انت بتشتري نادي اوريدي شعبي بتطوره، لكن في بقى شركات بتبقى باسم الشركه من البدايه، ما ده فرق كبير. والله بزنس. هقول لحضرتك على حاجه، ما عندنا اكبر نادي في العالم واقوى نادي في العالم حاليا وفي الدوري الانجليزي مانشستر سيتي. مانشستر سيتي كان لحد وقت قريب قبل ما يبقى فيه الملاك الاماراتيين، كان مانشستر يونايتد هو ملك المدينه وهو المستحوذ والنتائج الكبيره، هو موجود في وسط الجدول، منطقه دافئه، ما بيهبطش وما بيكسب، النهارده بيكتسح البطولات، بطل البريمير ليج في السنوات الاخيره، دور ابطال اوروبا اخيرا، فريق مكتمل، اقوى فريق في العالم. ليه؟ لان الماده هي اللي دخلت، هي اللي اتحكمت. ما حدش هيقول بقى والانديه الشعبيه يا جماعه مانشستر يونايتد بيعاني، ما يعاني، بس الماده برضه ما منعتش ان واحد زي رياض محرز يسيب مانشستر سيتي ويروح للدوري السعودي، عشان الماده برضه فيه اكبر من الماده برضه، ما هي ماده رحمه الماده الماده ما بعدناش. يعني رايك ايه في اللي حاصل سعوديا واستقطاب يعني نجوم العالم، وطبعا اخرهم رياض محرز وساديو ماني بشكل ومبابي، وضعه ايه بالمناسبه؟ كنا بنتكلم من شويه ونقول ده القصه بتاعته، ازمته دي هتنتهي على ايه في رايك؟ طب نتكلم على ازمه امبابي في الاول. ازمه امبابي انا شايف ان هي طبعا هي علاقته بباريس سان جيرمان مفترض ان هي انتهت، عشان اي حاجه في الكوره ممكن تحصل، لان هو حصل حاجتين من الاثنين. هو لما اتسال من الفرنسي فوتبول الصحفي بيقول له انت هتبقى في باريس سان جيرمان، قال لك البقاء في باريس سان جيرمان غير مفيد، لانه نادي منقسم، دي خدتها الاداره على نفسها، هو يقصد كده فعلا. الدنيا طبعا بايظه، فردوا عليه ان هو خلاص انت تدرب مع الفريق الرديف، وانت مش مع البعثه اللي رايحه تلعب الماتشات الرحله الاسيويه. النهارده انا كان في وجهه نظري كان الحل الامثل، هو الحل الذي يرضي جميع الاطراف في ازمه مبابي، يرضي باريس سان جيرمان، يرضي مبابي، يرضي ريال مدريد اللي عايز ياخد مبابي، هو العرض السعودي للهلال السعودي، لانه هيدي رقم 300 مليون يورو او 300 مليون يورو. فخلاص كده اعلى من كريستيانو رونالدو طبعا. باريس سان جيرمان هياخد الفلوس اللي دفعها يعني، بدل ما عمال يدفع وخلاص، ادي حاجه. الحاجه الثانيه هتقول لي ده يروح السعوديه ازاي؟ طب ما هو عنده ريال مدريد، ما هو مديله شرط ان هو الرحيل بعد عام واحد فقط لنادي ريال مدريد، غير كده لا. ونادي ريال، وبعدين هم كمان الاداره السعوديه، اداره الاهلي السعوديه عملت حاجه رائعه جدا، هي استاذنت اداره باريس سان جيرمان انها تتفاوض مع اللاعب، وده كان شيء رائع. هو النهارده عايز يروح على طول ريال مدريد، مفيش مشاكل. ريال مدريد تحس ان هو رايح فعلا، هو هي شكلها رايح لريال مدريد بشكل رسمي، لان حتى في لورتوني بريز ادى اوامر لكل عناصر ريال مدريد، اداريين، مدربين، اللاعب، ما حدش يتكلم خالص على صفقه على امبابي. يعني حتى قال لك في الحوارات الصحفيه لو حد قال لكم رايكم فيه ما تتكلموش، فده بيوحي بحاجه ان هو يعني يعني في حاجه بتخلص، في حاجه قريبه. كمان هزيمه امبارح اللي هي الفجر برشلونه من ريال مدريد، من برشلونه بثلاثيه نظيفه في الماتشات الوديه دي، برضو بتقول لا انت محتاج امبابي اكتر من اي وقت اخر بكل امانه. هو كمان هو عايز ريال مدريد، فخلاص انا شايف ان هي يعني العلاقه مع
باريس سان جيرمان انتهت خلاص، هو كمان رفض العرض اللي هو الهلال السعودي فخلاص يعني الموضوع. يعني احنا بنتكلم ان في رفض بشكل رسمي من الجانب السعودي، ان احنا كنا الصبح بنتكلم في الخبر ده انا وكريم. لا هو رفض، هو قلنا رفض بنسبه كبيره لكن لسه مش لا هو أكيدة. رفض، هو رفض خلاص. اوكي هو يعني رفض الاوبشن اللي موجود حاليا هو عرض ريال مدريد. عرض ريال طبعا في عروض ثانيه بس هو مش يعني لا ريال مدريد طبعا يعني. هو عايز يروح ريال مدريد والموضوع منتهي لريال مدريد، فهي شكلها رايحه لريال مدريد والموضوع خلاص. ساديو ماني بقى قادما من بايرن ميونخ للنصر السعودي. طبعا النهارده هيعمل الكشف الطبي. لا الكشف الطبي طبعا. شوف السعوديه عامله حاله بكل امانه، يمكن حتى جارديولا قال لك شكر في التجارب دي بشكل كبير، وحتى قال انا سعيد للمزيد كمان قال بالظبط المزيد من الراحلين الى الدوري السعودي. بالظبط هو الكرس المسؤولين عن الكره السعوديه عملوا السهل ان هم جابوا الكبير رونالدو السنه اللي فاتت، فخلاص اي حد يروح مش زي رونالدو يعني مع احترامي طبعا للجميع حتى وان كانوا اصغر سنا وهيفيدوا اكتر من رونالدو، بس هو وجود رونالدو في الدوري السعودي من السنه اللي فاتت او من النص هو خلاص كله رايح بقى، مع فيرمينيو راح مش عارف مندي بقى. بس رفض ميسي ما اثرش على برضو الفكر ده؟ ميسي كان عايزه وكان هيروح، هي زوجته بس اللي اثر. ما انتوا عارفين يعني القصه الجماعه دول متفوقين يعني، فهو في النهايه تحس ان هو مصري بقى مش ورا الجماعه يعني، فالجماعه ودوه امريكا، لكن في النهايه ما فيش مشاكل ما اثرتش، هو كانت هتفيد جدا. هو بالمناسبه لو كان ميسي راح الهلال كان بقى بطوله عربيه كانت بقى دوري ابطال اوروبا يعني لو كان راح بقى. لكن وجود رونالدو قوى حته ان الناس بقى تيجي النهارده بقى الدوري السعودي من ضمن اقوى 10 دوريات في العالم استقطاب للعيبه. الدوري السعودي داخل ان هو فعلا انا متوقع له في خلال 5 سنين على الاقل هيكون الدوري رقم 3 أو 4 مش هقول 5 كمان، لان هو بالشكل ده هيكون افضل من الدوري سواء طبعا الدوري الانجليزي ده في حته ده اقوى من دوري الابطال يعني. لا هو المنطق ده يعني هيبقى اقوى من لا الدوري الانجليزي طبعا اقوى دوري، عندك الايطالي والاسباني الايطالي والاسباني، لكن شويه الفرنسي والالماني ما فيهمش الاثاره قوي يعني بتبقى بعض الماتشات كده، فهو ممكن يخش كده يعني. يخش في الحته دي خصوصا ان هو وزع اللعيبه يعني، حتى صندوق الاستثمار السعودي كان قال لك حدد 4 بس الهلال والنصر واتحاد جده واهلي جده، كمان الاتفاق السعودي داخل بقوه يعني، الاتفاق السعودي شغال مع نفسه زي الفل. جاب ستيفن جيرارد مدير فني، جاب فيرمينيو، جاب اعتقد اندرسون، جاب مين يا ربي كمان مش متذكر، بس هو جاب مجموعه لعيبه كده يعني الاسماء اللي انت قلتها اصلا يعني هو جاب يعني هو داخل برضو يعني ايه مش من الاربعه الكبار لكنه موجود. كل ده بيدي زخم، احنا كلنا مستنيين الدوري السعودي السنه الجايه عشان نقعد نتفرج عليه، وطبعا مع ساديو ماني كمان، فكل ده هيفيد اكتر. هو جه على السيره اهو لا كل ده هيفيد، وبعدين اللعيبه بتبص تلاقي البوسطه كانت بتروح مثلا ايه الدوري الاسباني الايطالي كله بيروح، لكن هو بيروح كله على الدوري السعودي يعني جاب رونالدو وجاب له ماني كريم بنزيما افضل لاعب في العالم واللاعب بتاع اللي هو زميله الفرنساوي اللي هو بنزيما بتتكلم كانتي مع كانتي فحاجه غريبه بصراحه يعني. انت بتشوف مثلا نادي زي تشيلسي نادي كبير نادي باع يجي 15 لاعب والنهارده الدوري السعودي بيجيب كل اللعيبه دي، فحاجه غريبه يعني تحس ان هو فعلا في تحول في السنين اللي جايه هتبقى اوروبا التحول هيبقى للناحيه الشرق الاوسط بكل امانه يعني. حتى برضو التجربه تختلف عن كان الصين قبل كده كانت عملت بقى وبدات تجيب لعيبه وما نجحتش ولا حاجه جنب عشان كده انا كنت لسه عايزه اقول لك يعني التجربه دي ما نقدرش نحكم عليها برضو من دلوقتي، لازم مع مرور الوقت هتحكم اذا كانت تجربه ناجحه بس هي مؤشرات النجاح عندها موجوده يعني ليه الصين ما نجحتش او مثلا الدوري القطري كان عنده التجربه، الدوري القطري كان بيجيب اللعيبه بعد ما تقريبا اوشكت على الاعتزال بيجيب اسمه خلاص يجي يعتزل فيه اسمه اسم كبير يعني. انا حتى كان ليا لقاء في مره مع رونالد ديبور كان كابتن منتخب هولندا وكان لاعب برشلونه واياكس قبل كده وكان بيلعب في الشمال القطري، فبساله سؤال بقول له انت ما بتعتزلش ليه انت بقى عندك 38 سنه؟ قال لي كل سنه اقرر اعتزال يتعرض عليا مبلغ مالي ابقى غبي اقول له لا بالظبط كده ففعلا طب حتى بقى صح خلاص لحد بابا الراجل وصل 40 فاعتزل خلاص الموضوع انتهى. دي تجربه دي حاجه، لكن اللي في الدوري السعودي لو نقارن بالنيل لا ما بيجيبش لعيبه كبار، هو كان رونالدو كبير بس رونالدو ده حاله خاصه الباقي لا. الصين
يعني للاسف كان غلب على التجربه الصينيه غسيل الاموال، كان فيها قصص كده مشبوهه لما لناش دعوه. يعني كان فيها قصص مشبوهه. ورطنا يا استاذ محسن. اقترح عليك احنا نقفل الحلقه على كده. انا رايي اسمعي مني عشان الكلام هيبتدي يدخل بينا في حته خطر. كانتي معانا اهو. نختم مع كانتي ونختم مع استاذ محسن. استاذ محسن الوقت جري بس استمتعنا واستفدنا كالعاده. اشكرك جدا على شكرا جزيلا. ونشوفك على خير يا رب باذن الله. ربنا يكرمك. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه، ونشوفكم بكره ان شاء الله. صباح الخير. We'll be right back.